يا نعيمة الكلام خايفة الكلام يقف في زورك يا ابن بدرية. وإيه لازمتها بدرية دلوقتي؟ بص يا ابن الناس، اللي تعرف تلف المحشي ده لا بتمل ولا بتزهق، وما ينفعش يتلف ويدار عليها، يعني تنجز تقول لي ايه حكايتك، ايه اللي رجعك، ايه موضوع البرشام. هما لاحقوا يقولوا لك؟ طب هو معاكي؟ لا يا قلب عمتك، طوحته في المصرف. طوحتيه؟ انت اتجننتي؟ ولا اتعدل، هي هتهب عليك ولا ايه؟ انا مش بتاعت مدمنين، مش عارفه لك اذا كنت برشامجي ولا شمام. انا كفرت من قله الرزق هناك يا نعيمه، الباب اللي انت رميتيه ده انا مبطله، يعني انت شايفاني يعني بضرب ولا تحت عيني سود؟ طب ما انا نضيف قدامك اهو. وما دام نضيف جبته معاك ليه؟ عشان اللي انت رميتيه ده ب 10,000 جنيه يا نعيمه، يعني كنت استنفعت بيه بدل ما يروح في المجاري. لو عايز تقعد هنا لازم تصون العيش والملح، احنا بناكلها بالحلال. طب جربيني لو لشهر ورحمة اخوكي ما هتندمي. احلف، حط ايدك على المصحف واحلف انك هتصون العيش والملح وهتبطل حرام. وعهد الله لو صون سترك عليا في البيت ده اصون العيش والملح وبطل الحرام. هتعمل ايه؟ اكيد هشتغل، يعني مش هقعد زي الولايه. هتفرج يا نعيمه، بس انت قولي يا رب. وانا بقول غيرها. ولا انت متودي؟ انا مش قادره اصدق، انا عارفه ان مخها صغير وعلى قدها، بس كنتش متخيله انها توصل معاها للدرجه دي. معلش يا دينا حبيبتي، عشان خاطري ايه دي؟ اختك دي عيلة، بجد عيلة، هي عارفة ومتأكدة ان حاجة زي دي هتضايقني وهرفضها. ده انا لسه من يومين بقول ان انا في الجامعة بشتغل في برامج ضد عمالة الاطفال، تروح تتفق تدفع فلوس وتجيب بنات هنا بس عشان تضايقني؟ وفي كده؟ هو انت مش كده كده كنت عايزة تجيبي حد عشان يساعد ياسمين؟ على فكرة دي مش أول مرة نجيب عيلة صغيرة تشتغل في البيت. أمي الله يرحمها كانت بتجيب بنات صغيرة تعلمهم وتربيهم على إيدها، بتقول انهم احسن من الكبار. يا سلام، يعني انا هجيب طفله صغيره تشتغل عندنا في البيت؟ انت بتهرج؟ انت مصدق اللي انت بتقوله ده؟ حبيبتي انا لا بقول ولا مصدق، وانت عارفه كويس جدا ان هم حاجه وانا حاجه تانية خالص، بس هعمل ايه؟ هم اهلي كده. اهلي كده، اهلي كده، كفايه بقى، انا مش قادره اسمع الكلمه دي تاني. ما انت قلت لي قبل ما نتجوز ونيجي هنا ان انا وانت ملناش دعوه بحد. طب اعمل ايه يا دينا؟ هي مش قالت لك هديه؟ هديه مرفوضه. يا اسمك ايه؟ تعالي. ايوه تعالي بسرعة، تعالي معايا يلا. اللبن يا مدام. ميرسي يا حبيبتي. عندك اخوات تانية غير انتصار؟ عندي اخين بس اكبر مني. ما عندكيش اخوات بنات غيرها؟ لا يا مدام. يا حرام وسارة، اصل ستك دينا شكلها هتمشي انتصار، مش عاوزاها. تمشيها ليه؟ هي انتصار عملت حاجة؟ اسمعي، انا عاوزاكي لو ستك دينا قالت انتصار تمشي تمسكي في دلها وتقعدي تتحايلي عليها، ما تتكسفيش. ستك دينا ست طيبه قوي وقلبها رهيف، لو اتحايلتي عليها هتقعد انتصار. اجري افتحي الباب. ليه يا سلوى؟ ليه يا حبيبتي؟ ليه مصممه انك تعديني وتحطيني في دماغك؟ لا حول ولا قوه الا بالله. سلوى والله انا ماليش في الشغل ده كده، النسوان بتاعك ده انا ما بعرفش العبه اصلا. انت متضايقه مني من ساعه ما دخلت البيت مش كده؟ مع اني ما بقاليش غير كام شهر عشان تحطيني في دماغي، ده انا مش بعاملك غير بكل ذوق واحترام. ليه بتحاولي بكل طريقه انك انت تضايقيني؟ عشان قلت لك ان انا ضد عماله الاطفال تروحي تعملي كده ليه؟ انا بجد مش فاهمه انت مشكلتك ايه. انت مش هتصلحي الكون يا ماما، واحنا ولا اول ولا اخر ناس هتشغل عيال صغيره في بيوتها. انا ماليش دعوه بحد ومش هصلح الكون، بس انا بقى حره في بيتي. سلوى من فضلك ممكن بقى تسيبيني في حالي؟ براحتك يا حبيبتي. يبقى تكلمي ابو البنات يجي ياخدهم من هنا. لا لحد هنا وتقفي، انا بقى حره في بيتي وانا هخلي رضا. لو انت عايزه تمشي انتصار براحتك امشيها لك. لا والنبي عشان خاطر الست دينا، ابوس ايديكي بلاش تمشي انتصار.
ايه ده؟ في ايه بس دلوقتي؟ انا عاوز ابقى مع اختي. احنا كده ولا كده هنشتغل في البيوت. ابونا مش هيرضى يرجعنا البيت، والحاج سعيد كده ولا كده هيشغلنا. لو مشيت انت ساره هتروح تشتغل في بيت تاني، وهنبقى بعاد عن بعض. عشان خاطر النبي يا ست دينا، احنا عمرنا ما كنا بعاد عن بعض في البلد، ومش عايزين نبعد هنا. خليها، واحنا والله ما هنزعلك، وانا هعمل لك كل اللي انت عاوزاه. تعرفيش تعيشي غير في الاجواء دي؟ لازم تولعي الدنيا. خد البنت وروح يا خالد، وعقل مراتك وخليها تبقى واحده مننا، خليها تعيش زينا، وبلاش تترسم علينا قوي كده. طب ما سيبيها في حالها، جربي كده ما تنكشيهاش، وهي لا هتترسم عليكي ولا هتقرب لك. هجرب، بس انت كمان جرب ما تبقاش طري قوي كده معاها. خد البنت. مفيش فايده. ونعم بالله. بلى يا حاج، حاج فتحي كان راجل طيب وجدع، وكان بيساعد الناس ويصبر عليهم. ربنا يقدرك وكمل بره على الناس. عمل حاجات في حياته كتير مش كده؟ اه طبعا، بس لازم تعرف يا حاج ان انت الثواب اللي بتعمله بيوصلك قبل ما بيوصله. انا بالنسبه لي كفايه كده. ايه؟ الحاج فتحي كان بيسلف في الناس وبيشغلهم في حاجات انا ما بفهمهاش. تمام قوي كده. عم الشيخ ثانيه واحده. رجالي أنا شاكر وجودكم وتعزيتكم وسعيكم مشكور، وكل الرصة اللي بتتقال في المناسبات دي. انتوا ولاد بلد وفاهمين في الواجب وفي الأصول، وعلى قد مشاعركم ما حقيقية وصادقة، على قد ما انتوا حاسين بالذنب عشان ما سددوش الدين بتاع الحج قبل ربنا ما يفتكره. أنا معايا كل الوصولات اللي عليها إمضاءاتكم، واللي الحاج كان ساكت على سددها. كل واحد ليه وصل يجي ياخده، بس وهو جاي يجيب معاه المبلغ اللي الحاج اداهوله، وبسرعه عشان مش هستنى كتير. طب الفلوس قبل ما انا معايا خلاص عيال وما عنديش فلوس اجيب منين؟ مش كلام ليا يا حاج برضه. كمل يا عم الشيخ كمل. سعيكم مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والنبي ما أنا عارفة أقول لك إيه في الظرف الوحش ده. شد حيلك البقية في حياتك. الدوام لله. أهل الحارة قالوا لي إنك أنت جاي هتقعد معانا هنا، فقلت واجب برضو أجي عزي. وحياة النبي ما دقت طعم النوم من يوم المصيبة دي ما حصل. قلبي بيتحسر، كمان ولاد الحرام طلعوا إن أنا اتخانقت مع الحاج فتحي، وحق جلال الله ما حصل. لو سألت أي حد في الحتة هيقول لك إنه ما حصلش، والمصحف الشريف ده الحاج فتحي ده كان راجل أميح. مؤمنة مؤمنة، فلوس الإيصالات بتاعتك لو ما دفعتش في ظرف 10 أيام هتبقي في الاسم.